وموجود معاكم على الحلوه والمره، وموجود معاكم في كل المواقف، وموجود معاكم في كل الاوقات. فانتوا وراكم مسؤوليه كبيره جدا السنه دي تحديدا، يمكن في موسم 2019 دخلوا متغيرات كتير هنتكلم فيها في بعض او في وقتها او في حينها، يعني دخلوا متغيرات كتير. فانتوا عندكم مسؤوليه كبيره جدا ومسؤوليه عظيمه جدا جدا، بتتمثل ان وراكم يعني جمهور عظيم اسمه جمهور النادي الاهلي. فانت ما بتشتغلش لنفسك، انت ما بتشتغلش حاجه فرديه، انت بتشتغل عشان مش مجموعه، بتشتغل على جمهور يمثل حوالي 60 مليون اهلاوي او 70 مليون اهلاوي من اصل 90، لان في 10 ولا حاجه ممكن يبقوا خارج القطر المصري وبرضه هتلاقيهم فيهم اهلاويه. عندكم مشجعين ومتابعين في كل مكان في العالم، مش في الوطن العربي بس ولا الشرق الاوسط بس. يمكن انا هتكلم في مره من المرات كنت بحضر لمباراه في افريقيا، وكان معايا نائب رئيس النادي وقال لي حرفيا كده، يعني قال لي انتوا في مصر ليه بتقولوا فلان وفلان او النادي الفلاني والنادي الفلاني؟ في فرق كبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي نادي موجود في الساحه المصريه او العربيه او حتى الافريقيه. فانا بكتر في الكلام في الجزئيه ديت لان هي الاساس، هي المنبع او هي الهدف. لو انت عندك مسؤوليه وعندك يعني شخصية تقدر إنها تفكر بشكل اللي بيبقى فيه ضغوط أو فيه قرار لازم يتاخد تتفكر بشكل إيجابي، أعتقد أنت هتنجح 100%. والانتماء نوعين، الانتماء من وجهة نظري نوعين، الانتماء إن شخص يكون رباك وعلمك، وشخص يكون بيعطيك أو بيديك فلوس. فأعتقد إن كل المنتمين للنادي الأهلي هو من الفصيل الأول اللي هو تربى وتعلم من النادي الأهلي، فعشان كده بيجي الانتماء. فالانتماء من وجهة نظري كتير يختلف أو يتفق معايا، هو نوعين، يا شخص رباك وعلمك، ممكن يبقى أهلك، ممكن يبقى المدرس بتاعك، ممكن يبقى النادي بتاعك، يا شخص بيديك فلوس فتقدر تسير الحياة ومن هنا ممكن يبقى انتمائك ليه. يا رب احنا نكون من الفصيل الأول. البطولة رقم 60، البطولة